نتابع مشاهدينا هذه الحلقة المباشرة على الهواء مع السفير جوني عبدو من باريس. سعادة السفير، قلت لي بالحلقة أنه ما في تغيير باستراتيجية السعودية تجاه سوريا رغم بعض التغييرات اللي شفناها ب يعني بعض المسؤولين. حسب قراءتي للموضوع، حسب قراءتك ما في تغيير. طيب اليوم اذا بنشوف وضع المعارضه السوريه ووضع النظام، بنشوف النظام ميدانيا يكسب على الارض، عم بياخذ مناطق استراتيجيه مهمه. يحكى عن بعض السلاح اللي وصل للمعارضه كمان منه سلاح مهم او نوعي، حتى قصه يعني التسليح لحد الان ما في مان بادز، وكمان يعني كمان مضاده للدروع، ماني كثير خبيره بمساله السلاح، بس حتى هذه نوعية الاسلحه منه مؤكد انها وصلت الى المعارضه السوريه. شو وضع هذه معلوماتي انا انه وصلت للمعارضه السوريه؟ ايها الاسلحه مضاده للدروع فقط. فقط بس بكميه قليله، يعني يكاد الواحد يعتقد، مش يكاد يعتقد، يكاد يؤمن انه المطلوب هو استمرار الحرب بسوريا، ان كان بترشيح بشار الاسد لولايه ثانيه وثالثه. هذا تحدي، هذا عم بيطلب، عم بينضم للعناصر يلي هو متهمه انه هي عم بتشعل الحرب بسوريا، هو عم بيشعلها اكثر. وفي دول بتاسف اقول انا انه مستمره بموضوع التحريض بسوريا على استمرارية القتال، وبالتالي ما حدا زعلان من هالموضوع. يعني كل الناس يلي كان عندها ما يسمى بالمتطرفين الإرهابيين والأخير راحت على سوريا، ما بدهم يهون يرجعوا على كل حال لعندها، إن كان فرنسا أو أمريكا أو أي حدا تاني. عم يمنعون يروحوا هلأ، عم يمنعون يروحوا، ما راحوا خاصة وخلصوا. القاصرين ما راحوا، راحوا خلصوا، يعني هلأ بدهم يهون يرجعوا بقى. المهم بالموضوع انه يعني بخبز اساسي بيصير يشتم الواحد وكانه المطلوب ان تستمر الحرب في سوريا الى هذه الدرجه. واجا بشار الاسد يقول انا ببصم لكم، ايه لازم تستمر، وبالتالي بدي اترشح وخلي فيه. عمليه التقدم الجيش السوري او تقدم القوى المسانده للنظام بسوريا، هيدي عمليه كر وفر، هيدي عمليه ماشي الحال، يعني بنحتل وبنرجع بنترك وبنرجع بنحتل وبنرجع بنترك. المعارضه السوريه هذا الكلام كان ينطبق قبل، حتى هلا يا سيدتي المعارضه السوريه لا تستطيع الاحتلال. بالزمانات بلبنان انقصف القصر الجمهوري على ايام الرئيس فرنجيه الله يرحمه، انتقل على بلديه زوق مكايل، صحيح ضيع عنا، انتقل لهوني، قامت اهالي الزوق كانوا كلهم مع الجبهه، كلهم مع الجبهه اللبنانيه مع الرئيس فرنجيه، بس قيمه الايمن شو جاي تعمل عنا؟ شو جاي تعمل عنا؟ بدك القنابل تلحقنا لهون، انه محل ما بتروح وضع المعارضه السوريه هيك، وضع المعارضه السوريه بس يفوتوا على محل الاهالي ان كانوا ضد بشار الاسد او مع بشار الاسد، انه يا اخي انتم جايين هون تجيبوا لنا الويلات، بس توصلوا لهون وتحتلوا في البراميل اللي بنتفجر رح تنزل علينا وعليكم، رح تنزل علينا، وبالتالي بخافوا من الاحتلال المعارضه. لهالسبب المعارضة يعني عم بتقول بخافوا يقعدوا بالمدن، مش هيك عم يبقوا بالقرية، مش بس بالمدن، مش بس بالمدن، وين ما كان بأي موقع، أي موقع بسوريا بتطليب البراميل اللي متفجرة بالطائرات بالطريق. ولحد هلا هذه الحرب لحتى يصير فيها توازن وتوقف بدها أسلحة مضادة للطائرات، بدها سلاح مضاد للطائرات للمعارضة، للمعارضة، وهذا اللي عم يمنع عليهم. هذا اللي عم ليه هذا عليه المنع؟ هنالك لحد الان يقال فيتو امريكي بانه تسليم المعارضه هذا النوع من السلاح، وعم ينحكى بخوف على الطيران المدني. هلا في 100 سبب، 100 سبب بينقال والخوف والى اخره، بنخاف يوقع بيد ناس كمان ضد اسرائيل يصيروا مدري شو الى اخره، بس بالحقيقه انه قد يكون تسليم المعارضه هذا النوع من الاسلحه هو وقف القتال، وقف الاقتتال بسوريا والذهاب الى حلول سياسيه. هلا مين بده يطلع لحلول سياسيه؟ النظام بيقبل يطلع لحلول سياسيه، وانت عم بتقولي انه عم بيشعر على الاقل انه في تقدم، على كل حال حزب الله عم بيخليه يشعر انه في انتصارات، مش بس تقدم، انتصارات بمواقع معينه. وما فيك تلومي يعني النتائج، انا ما في اقول انه هذه الانتصارات اللي حققها حزب الله ما خففت من موضوع الارهاب بلبنان،
ما خففت من السيارات المتفجره خاصه يبرود يعني خاصه بس ورنكوز. هذا لا يعني انه هي وقفت القصه لا يعني على الاطلاق يعني صار لفتره وقفه صار فتره اوكي كتر خير الله كتر خير الله بس هذا لا يعني انه وقفت على طول عندك مخاوف يكون في لبنانيين عم بيطوروا هذه القدرات مثلا شو لا خوفك لا ما او لاجئين سوريين لا ما عندي ما عندي بس انا خايف من انه هذا في ثغرة وتم يعني هذا الكميه الهائله من النزوح السوري وكميه السوريين الموجودين صاروا بلبنان هودي بالنتيجه ما حدا بيقدر يتكهن شو مستقبلهم الفلسطينيين وقت اللي اجوا سنه 47 على لبنان ما كان حدا متوقع انه بعدين بصير في سلاح وبعدين بصير في منظمات ما كان حدا متوقع اذا استمر هذا القتال بسوريا بهذا الشكل وبالتالي اذا صار فيه هذا القمع والضغط الزيادي على الشعب السوري ما حدا بيقدر يقول انه هذه البيئه يلي موجودة بلبنان من قابلة أن تستعمل من قبل هذه الدولة أو تلك أو هذا التيار أو تلك أو غيره أنه يستعملوها لأغراض خاصة يعني بس قادرين اللاجئين السوريين اللي ما عندهم مخيمات يعني الفلسطينيين داخل المخيمات هن اللي قدروا يتنظموا بطريقة الفلوس تعمل كل شيء ايه بس اللاجئين موجودين على كل الاراضي اللبنانيه بكل منطقه بكل ضيعه بكل مزبوط. وين ما كان فهذا التوزيع ما بتعتقد بس ما بيخليهم كمان يقدروا يقوموا باي تنظيم مسلح لا نحن يعني ما بيقدروا يقولوا باي تنظيم مسلح على صعيد جماعي كبير ايه؟ بس على صعيد سرايا مقاومه مبلا على كل حال كتر خير الله ما وصلنا لهون بس هذا الموضوع إذا استمر بسوريا بهذا الشكل هذا لابد من تداعياته الخطيرة على لبنان إضافة للوضع اللبناني يلي هو هش أصلا يعني هذه المخاوف عندك إياها بمسألة اللاجئين السوريين ما عندك إياها بالنسبة للسلاح الفلسطيني لأن كان في تصريح لافت لوزير الداخلية إنه هذا المشنوع حول مسألة السلاح الفلسطيني معه حق يعني معه حق طبعا هل عندنا قدرة ما عم بقول لك انا انه هل الظروف اصبحت مؤاتيه لحسم هذا الموضوع او لا ان كان هذا سلاح او غيره يعني ما في بفهم منك قرار بتصفيه المعارضه السوريه على العكس في قرار بتقويه الطرفين لاستمرار الحرب هيدي برايك كل مضاعف طرف بدهم يقووه بس انا كان بنظري انه بشار الاسد كان قادر بشكل او باخر ان يعلن للملأ انه هو رغبان بوقف هذا القتال الاقتتال بان لا يترشح بان لا يترشح هكذا يرشح حدا من قبله شو هالمشكله طيب المعارضه السوريه اليوم بعد مدعومه بنفس الشكل برايك من الدول الخليجيه من مشكله من السعوديه مشكلة. ماذا عن قطر شو صار بالدعم القطري اللي يقال كان سخي جدا الدعم كان سخي جدا لبعض اقسام من المعارضه يلي هي تعتبر متطرفه جدا وبالتالي لهذا السبب كانت قدرة قطر على إخلاء سبيل المختطفين وإلى آخره إن كان تبع عزاز أو غيرهم أو حتى رهبات أو حتى بعض الفرنسيين أو حتى الرهبات وإلى آخره كان قطر إلى أهمية كبيرة لأنه بتمون ولأنه هي اللي عم بتمول وبالتالي هون الخلاف بين بقلب الخليج هون بعض الخلافات اللي موجودة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ولوين رايحة إلى هذه الخلافات يعني وين تعتقد كل مرة عم بصير كل مرة عم بصير كل مرة عم بصير فيها تسويات وتسويات معقولة جدا عم تتخربط بهيك ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بالتحدي الكبير بمعنى آخر أنه عملت اتفاق قطر مع المملكة العربية السعودية ومع صار طلع أقوال أنه هذا اتفاق الإذعان وكأنه أنه نحن جبرنا قطر مش من السعودية من يعني مصادر معينة بمواقع التواصل الاجتماعي كأنه الناس يعني هي كأنه الناس أنه والله الخليجيين خلوا قطر تمضي على إذعان ولا ليش لأنه كان فيها نقاط أساسية هي إسكات القرضاوي شحط الإخوان المسلمين من عدم تمويل الإخوان المسلمين بمصر يعني نقاط مهمة جدا وخاصة التجنيس عملية التجنيس أنه ما عادت قطر تسمح بتجنيس مش قطر الخليج ممنوع تجنيس
وافدين وافدين ومواطنين اخرين من قلب الخليج، لانه ضد النظام او شيء يجوا يتجنسوا ببلد ثاني من بقلب الخليج. هذه كلها كانت، وصار في اتفاقات، وانا بعتقد الاتفاقات رح ترجع، يعني بمعنى اخر انه السفراء رح يرجعوا، ولكن بعد تطبيق الاتفاقات يلي وقعتها قطر، وقعتها السعوديه، وقعتها البحرين، وقعتها الامارات، بدها تصير، بس دون أن تأخذ طابع التحدي وطابع الانتصار بين فريق على فريق. طيب هون يعني العلاقات العربية الأمريكية لما يكون في هذه الشرزمين، لما كانوا إذا بدك في تقارب أكبر، دايما كان في تباينات، بس لما كان في تقارب حقيقي وما كانت مؤثرة، كيف اليوم بهذا المشهد اللي موجود دوليا؟ اليوم منشوف كمان هنالك مشكلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مشكلة كبيرة عم تكبر أكثر وأكثر بسبب القرم. هذا كيف سينعكس على الأوضاع العربية العربية؟ بدنا نضل صراعات مستمرة إلى ما لا نهاية؟ لا بدنا نضل بس ب ومنضل بالساحة السورية أم أكثر؟ ما هي ما هذه المالية، في جهود قائمة فظيعة مثل الجهود اللي كانت تنعمل بلبنان بالسابق بوقت الأحداث بلبنان، إنه هذا اللبنان هو وعاء يحتمل النار، وبالتالي أهم شيء إنه هالنار ما تطلع خارج الوعاء وتوصل بصورة خاصة لسوريا احتوائها، وبالتالي حتى لبنان احتواء النار في الجنوب بدل أن تكون النار بكامل الأراضي اللبنانية. اليوم سوريا نفس الشيء، يعني هذا الوعاء عم بيحاولوا الدول وعم بيحاولوا اللبنانية وكل الدول أن يكون هذه النار التي اشتعلت في هذا الوعاء يلي اسمه الوعاء السوري أن لا تمتد قدر الإمكان إلى خارجه. مش بالضرورة تمتد النار، بس تداعياتها بدها تمتد. في تداعيات بالعراق وفي تداعيات بلبنان حتى لا. نعم. بس كأن في إطفاء ما يعمل بلبنان على هذا الاستقرار. نعم. يعني تبقى الأوضاع مقبولة. وهذا مش خارجي، يعني ما نتهم الخارج بالدق. في قادة لبنانيين اليوم من جميع الفرقاء واعيين لأمر الاستقرار بلبنان، لأنه عارفين تماما أنه إذا فلتت ما حدا بيعرف كيف تتهدى، ما حدا بيعرف شو هي العناصر التخريبية اللي بتدخل عليها، بتدخل على الخط، وبالتالي ما حدا مستعد يساهم بهالموضوع. اللبنانيين كل العالم بتقول أنه ما تعلموا شيء، بلا تعلموا أنه ما يرجعوا على الحرب اللي وقعوا فيها بالسابق. كتير منيح اللي عم بتقوله، بس الانطباع هو أنه لا، في مظلة إقليمية ودولية أنه تبقى مثل ما قلت النار بسوريا، وخلوا لبنان هذه العصفورية ما معروف شو ممكن يطلع منها، خلوها رايقة، أنه في قرار دولي إقليمي بالاستقرار. أنا بالقراءة حابب صدق القراءة هذه، أنه لبنان الاستقرار لبناني، حابب صدقه، بس أنه شو بيعملوا الدول للاستقرار لبنان؟ يعني خليهم يقولوا لي كيف هذه، انه هذه في إرادة إقليمية ودولية، شو يعني ترجمتها؟ يقولوا لنا ترجمتها هذا الدعم يعني الغير مسبوق لإعلان بعبده دوليا، انه مين بيتخيل اليوم اتفاق لبناني داخلي؟ وقت اللي واحد بيدعم إعلان بعبده لهالسبب، هذا معناته ما بده استقرار، معناته عم بيحط ضد حزب الله. لا، هيدا يعني الحياد اللبناني على امل ترجع كل الاطراف الى لبنان يوما ما، وفي حلم للبنانيين اسمه هذا الحياد. المهم انه ما فيش حياد، المهم مش ضروره، انا اللي عم بقوله انه اهم شيء انه ان شاء الله يكون الكلام هذا انه الدول بدها استقرار وراعيه الاستقرار ولا تريد ان يكون الا في استقرار لبنان. هذا بإطار الحكي، يعني أنا شخصيا مش عم بلمس شو عم بيعملوا لهالشيء، هذا شو عم بيعملوا مش عم بفهم. عندك طرابلس لولا الإقليمية، يعني لا، حتى يعني الوزير أشرف ريفي قال أنه في قرار كبير بتطفئة الحرائق، في ترجمة اتفاق بتأليف الحكومة، وفي مشاركة من قبل تيار المستقبل مع حزب الله بالحكومة، وبالتالي في خطط أمنية وضعت لحتى يفرجوا انه هذا الاتفاق له مدلول معين وله نتائج معينه، مش انه اجتمعنا وبعد الامور ماشي مثل ما هي. بس هذه هي مهمه. انا بدي اشكرك سعاده السفير جوني عبد الوهاب، اذا عندك يعني شيء اخير خاصه ليوم. تفضل. كلمه واحده بس. كان في عندي صديق فوت حاطط، هو رئيس شركه، كان حاطط بالانجليزي No enterprise with dreams, but none without.
يعني مش بالضرورة انه واحد ينمنع من الاحلام بلبنان. مظبوط الحلم ما بيوصل لواقعية معينة، ولكن بدون حلم ما في بناء اوطان. حلو كتير، ختام كتير حلو، رح نحلم بعد هذه الحلقة إن شاء الله. شكرا لك سعادة السفير جوني عبدو على هذا اللقاء. مشاهدينا أنا بشكركم على المتابعة، كنت معكم مباشرة من باريس. الأسبوع المقبل الحلقة هي من بيروت من وزارة البلد الداخلية والبلديات مع الوزير نهاد المشنوق. بشوفكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.